ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم حلقتنا. وصلنا دلوقتي لفقرتنا الستات في كورة. الاستوديو التحليلي النسائي ستات في الكوره. بكره ان شاء الله الاهلي على ميعاد مع مباراه قويه وصعبه جدا مع الفريق اللي بيلحقوا على الصداره وهو نادي غزل المحله على استاد غزل المحله. ان شاء الله نكسب طبعا والاهلي يكمل انتصاراته بعد فوزه على نادي طلائع الجيش في الماتش الصعب برضو اللي كان يوم الجمعه اللي فاتت وقدر انه يحتل صداره الدوري ب 12 نقطه. ومن ناحيه ثانيه كاس العالم مولع وتحدد تأهل 6 منتخبات لدور الثمانية: هولندا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، كرواتيا، البرازيل. والنهاردة عندنا آخر مبارتين في دور الستاشر: المغرب هتلاعب أسبانيا والبرتغال هتلاعب سويسرا. عشان نتكلم أكتر عن الأهلي وكاس العالم معانا ومنورنا محمود ضياء محلل الكورة العالمية وريهام بكير الناقدة الرياضية. أهلا بيكم منورنا وفي في 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 النار اللي عمالة تحصل دي. كاس العالم مولع. قبل ما نبتدي عايز اعرف كل حد فيكم بيشجع ايه في كاس العالم. انا مشجع البرازيل. الارجنتين. ارجنتين. عندنا خصمين ده قلبك هيتوه جاهز تاني. متوقع. طب نبتدي بكاس العالم ولا الاهلي تحبوا نبتدي؟ خلونا في كاس العالم. خلونا نبتدي باللي بيحصل اللي حصل امبارح واللي يعني نبتدي بكاس العالم. شايفين ازاي مبدئيا اليابان وكرواتيا؟ شايفين ازاي اللي حصل؟ اللي حصل هبدا ايه طبعا يا محمود فاكر اسمها استاد في الكوره بس انا امشي لا لا انت عارفان لما هنحتاجك. لا طبعا اليابان وكرواتيا كان ماتش قوي جدا من ناحيه كمان البدنيه. منتخبات اسيا خاصه يعني كوريا واليابان عندهم فيتنس عالي جدا. وامبارح عملوا فرص بصراحه ضيعوا اكتر من 5 فرص على الجون وان هم قدروا ان هم يتقدموا بس كرواتيا لحقت ان هي بعد كده تتعادل الوقت الاضافي وبعد كده ركلات الترجيح هي للاسف ركلات الترجيح اللي خسرتهم. لكن لو الماتش يعني هم حظهم وحش ان هو ان كرواتيا اتعادلت لكن اليابان فعلا قدمت مستويات حلوه قوي. الفيتنس عالي جدا فريق منظم جدا فهو يعني خساره ان هم كوره. انت شايفه ان كوره كانوا يستحقوا ان هم يتاهلوا لدور الثمانيه بس هو زي ما بيقولي خلاص وصلنا لركلات الترجيح دي ضربات الحظ صح هم ما كانوش موفقين فيها خالص طبعا وحارس كرواتيا كان متالق يعني سد 3 كور ف صح وبتكلم يعني ضربات الترجيح بما انك بتشجع ارجنتين فانت عارف انه ميسي بيضيع ضربات ترجيح ده العادي ده العادي. طيب نروح بقى لماتش البرازيل اللي كان تحفه كرويه يعني بنتفرج كده على ماتش ما فيهوش غلطه كانهم بيلعبوا بلاي ستيشن. فريق مرعب. فريق مرعب جدا في كل شيء كل تفاصيله مرعبه. منتخب البرازيل هو المرشح الاول للفوز باللقب من قبل بدايه البطوله مع العناصر الموجوده حتى اساسيه واحتياطيه. منتخب البرازيل كان اول منتخب في التاريخ يشارك قائمته كامله في البطوله. امبارح نزل الحارس ويفرتون الحارس الثالث بقى فريق البرازيل كله بالكامل شارك في البطوله. يمكن كمان الحاجه اللي نفعت البرازيل اكتر شويه البطوله دي ان هم تجنبوا الفرق البدنيه. يعني فرقه اورجواي فرقه بتلعب بدني جدا يمكن تدخلات عنيفه على نيمار اللي هو اكتر لاعب حصل عليه تدخلات عنيفه دايما. بعيدوا عن المكسيك اللي حصل كمان في 2018 بعيدوا عن كولومبيا اللي تعرض فيه اصابه لنيمار في 2014 قبل كده. فهم طريقهم بعيد عن المنتخبات اللي ممكن المهاره الزياده تخليهم يسيبوا منهم لعيب. الكرواتيا الدور الربع النهائي اليابان طبعا بعد كده هيبقى لو الطبيعي يا اما الارجنتين يا اما هولندا فبالتالي هم كمان بعدوا عن الحاجات اللي ممكن تخليهم يقلقوا ان هم يظهروا مهاراتهم. في كل الاحوال البرازيل مش اصل الكوره، اصل الكوره كان في انجلترا ولكن البرازيل هم اكتر فريق ممتع على مر التاريخ بيقدم كره قدم. البرازيل اصل الكوره. اصل الكوره انجلترا. اصل الكوره اصل الكوره كوبا امريكا، كوبا امريكا اتعملت قبل كاس العالم. لا هو اصل البدايه الكوره اللاتينيه هي الكوره اللاتينيه هي كده كده مفيش خلاف على المهاره. حاسه انه بدات بدري. انا بصي انا في النسخه دي من كاس العالم كنت متوقعه يا اميره كمان انه الارجنتين هي بطل العالم السنه دي. قبل ما نتفرج بالظبط تبقى انت كل التوقعات عندك خرجت عملت كده يعني من التوقعات اللي اتغيرت ان فرنسا كله قال ان هي مش هتكمل بسبب الاصابات الكتير اللي حصلت يعني كانتي وبوجبا وبنزيما شفتوا ازاي بقى ماتشها مع بولندا نتيجه طبيعيه جدا منتخب فرنسا منتخب قوي ولكن
اكبر مشكله عند منتخب فرنسا ان هو الكره مش معاه زي ما حصل قدام بولندا. مش منتخب عنيف يعني ما يقدرش ياخد الكره سريعا زي ما بيحصل مع البرازيل زي ما بيحصل حتى مع الارجنتين في اوقات، لكن منتخب فرنسا مش منتخب عنيف من غير الكره، ده اللي خلى الموضوع يتاخر شويه. بولندا بتهاجم بتروح بفرصه واثنين وثلاثه لحد ما لاحظت ان فرنسا بتتقدم الموضوع بينتهي، يعني الفريق الكبير لما بتقدم بجول خلاص المنافس بيبدا يخرج من مكانه فبيبدا يسيب مساحات فالموضوع بيبقى منتهي تماما. هم بيعرفوا يعملوا هم عايزين بالظبط، ويعني ممكن لمبابي يعني هو اللاعب الافضل في العالم دلوقتي بشكل مرعب. يعني اوليفي جيرو كمان لما يعني بنزيما اتصاب وهو ظهر مهاجم عنده 37 سنة كان دايما بيتعرض لانتقادات، دلوقتي هو بقى الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا 52 هدف يعني ما تخطى هنري. فالموضوع لا هم في لعيبة اتصابت هم عندهم صف تاني وصف تالت يقدروا يكملوا للاخر، وده اللي احنا شفناه. هو كاس العالم السنه دي هي النسخه الاغرب من المفاجآت، نسخه المفاجآت. خلينا سريعا نروح للنهارده ماتش المغرب واسبانيا، توقعاتك مين هيصعد مين هيروح النهارده مين هيروح زعلان ومين اللي التوقع هيكمل. ممكن ناس تقول مثلا لو انا قلت لك 60 40 60 اسبانيا 40 المغرب، انا مش ببالغ. المغرب عندها 23 لاعب محترف في الكلاس اي زياش وياسين بونو واشرف حكيمي والنصيري، فدول انا دايما بسميهم كتيبه اوروبيه في منتخب مغربي، فهم يقدروا يعني يقفوا قدام منتخب اسبانيا بقوه جدا. بس لو وليد الركراكي المدرب بتاعهم قدر ان هو يوظفهم صح يعني يخلي باله من سرعات منتخب اسبانيا، لان هو كمان لويس انريكي مدرب المنتخب بيعتمد على السرعات اكتر معتمد على عنصر الشباب، فهو لو قدر يعمل عمليه توازن وان هو يسيطر على السرعات دي وما يسيبش المساحات الكافيه يقدر ان هو يعمل حاجه. وطبعا لو وصل الموضوع لركلات ترجيح يعني ياسين بونو طبعا احسن حارس في الدوري الاسباني فهو حارس اشبيليه، فانا يعني من الناس اصلا بحبه جدا وهو اعتقد ان هو ممكن يفرق جدا جدا مع المنتخب المغربي. انا ضربات ترجيح دي انا ما عنديش ليها توقعات دايما بس عشان الحارس نفسه بيفرق يعني احنا شفنا مندي احسن حارس في العالم وفي افريقيا مع السنغال، شفنا النسخه دي يعني في البطوله كان نقطه ضعف السنغال، احنا شفنا اداء غير متوقع خالص من مندي، لكن ياسين بونو ماشي بمستوى ثابت ومتالق جدا ومعرفش انا عندي صح. احساس ان انا يعني احساس وتمني ان نفسي فعلا المغرب توصل باذن الله وتعمل المفاجاه. انا حاسه برضو ان المغرب هتصعد. لازم نتكلم عن الاهلي. ما انا نفسي اكمل عن كاس العالم بس عايزه يعني الحق الوقت واستغل واسالكم عن ماتش بكره ان شاء الله غزل المحله، تتوقع ايه خاصه بعد فوز الاهلي في الجولات الاربعه اللي فاتوا؟ ماتش صعب طبعا، غزل المحله في ملعب المحله كمان دايما بيكون مباراه صعبه على الاهلي بالطبع، كمان المدرب واللي حصل معاه الكام يوم اللي فاتوا وبعد كده رجوعه تاني للفريق، اعتقد ان المحله ماشي كمان بخطه ثابته السنه دي بشكل كويس جدا. ولكن الناحيه الثانيه الاهلي مع رجوع يمكن علي معلول كمان نقدر نشوف حد بيرستاو يبدا يدخل في الموضوع شويه، اعتقد الاهلي قادر يكسب ماتش زي ده. السنه اللي فاتت الاهلي كسب المحله رايح جاي مباركه عصيبه في ملعب المحله 3-2 في اخر دقيقه من علي معلول، اتصور ان الماتش مش هيكون سهل خالص ولكن في النهايه الاهلي قادر يكسب ماتش زي ده. مهم جدا ان احنا نبدا نكمل، مارسيل كولر قادر ان هو يطلع افضل ما في لعيبته، يمكن غاب طاهر محمد طاهر طبعا مؤخرا بقى عنصر من العناصر المهمه في الاهلي ولكن هو قادر يعوض ده سواء بوجود احسن حسن او بيلعب كجناح، بيرستاو يكون موجود بيلعب كجناح، بيرستاو واحد من اللعيبه المميزه جدا، اتمنى ان هو بس ما يعني يبدا يكمل فورمته مع الاهلي ما يتصابش في الوقت اللي احنا بنحتاجه فيه عشان يكون دايما موجود بشكل افضل. مش متوقع ماتش فيه جوان كتيره ولكن اتوقع الاهلي يكسب باذن الله. انت رايك ايه في اداء شناوي مع الاهلي في اخر فتره؟ بدا يتحسن مؤخرا، يمكن ماتش الجيش كان فيه كره مشتركه الجون الاولاني ما بينه وما بين خط الدفاع ولكنه مؤخرا بدا يستعيد تاني عافيته محمد الشناوي احنا كنا عارفينه من سنتين وكان عنصر مؤثر جدا في فوز الاهلي ببطوله افريقيا ثم بعد كده برونزيه كاس العالم للانديه، فمهم جدا تواجد الشناوي بعد كده كمان بطوله افريقيا مع منتخب مصر، يمكن حصل فتره تراجع شويه لكنه بدا يستعيد ده واحده واحده، مهم ان هو يكمل على ده، مهم ان الشناوي حارس خبير جدا ان هو حتى لو في وقت من الاوقات حصل غلطه ما في ماتش ما ان هو ما ياثرش عليه ويبدا يكمل تاني. طبعا الشناوي هو قائد الاهلي واحد من اكثر اللعيبه الخبرات في النادي فمهم قوي ان هو حتى لو في دروب حصل في وقت ما ان ده ما ياثرش لفتره طويله يعدي منه سريع. عايز اعرف من حضرتك طريقه كولر والتطور اللي حصل في الاهلي على ايده، شايفه ان هو ماشي كويس؟ جدا، وفاجئنا ان كولر اصلا لما جه يمكن تاريخه الناس كلها توقعت ان هو حتى كان مع بنفيكا بيلعب دفاعي، لا هو مع الاهلي لا فاتح خطوطه بيلعب هجوم بيوظف لعيبه بشكل مختلف. نقل كريم فؤاد من باك لوينج بقى من
اكتر العناصر الهجوميه عنده. حمدي فتحي بقى متحرر اكتر في خط الوسط، بقى بيهدف. لا، فكولر بيلعب مع الاهلي لعب هجومي، اللعب اللي جماهير الاهلي بتحبه، اللعب اللي الاهلاويه بيحبوه. فلا اعتقد ان هو قدر يوظف لعيبه، وقدر كمان يخلق امكانيات مختلفه تماما من لعيبه، من كل لعيبه، ان هو كمان بيغير مراكز اللعيبه، بيغير مراكز وده راجع لتمرين. يعني هو مش بيوظفه على حسب، يعني في مدربين يقول لك ايه الاصابات مثلا في الملعب الاضطراريه خليتني ان انا انزل لاعب هنا من هنا. لا، هو بيدرب اللعيبه على اكتر من مركز عشان يقدر ياخد من العنصر اللي عنده اكبر امكانياته. فدي طبعا حاجه مهمه جدا، واللي بيعجبنا كاهلاويه ان هو بيهاجم. مش خايف من المنافس، ولا متحفظ ولا قافل خط الوسط. لا، انا بهاجم، اللي هو خير وسيله للدفاع هو الهجوم. فلا، كولر عامل حاله مختلفه جدا مع الاهلاويه ما حسيناش بيها من فتره كبيره، يمكن من ايام من لما موسيماني جه في الاول. يعني قبل موسيماني، قبل ما يمشي، كان شويه متذبذب، تفكيره كان مشتت. فبدانا تاني، لا، ده الاهلي، ده الاهلي اللي احنا بنحبه، اللي هو حتى لو خسر نقطه ولا حاجه مش مهم، اللعيبه عملت اللي عليها، عملنا ماتش فورمه. فاعتقد ان هو هيمشي ستيب باي ستيب، هنلاقي نفسنا باذن الله الموسم ده نستحوذ على كل حاجه ان شاء الله باذن الله. ريهام محمود، احنا بنشكركم، شكرا جزيلا، نورتونا. وما اتخانقتوش يعني؟ انا خناقه صغيره، انتوا كنتوا محمسيني اكتر من كده، بس خناقه صغيره. لا لا لا، الحمد لله، الحمد لله، ما يجيب خناقه. بنشكركم، شرفتونا، وتمنياتنا للاهلي بكره طبعا بالفوز علشان يفضل في صداره الدوري كعادته ويكمل انتصاراته مع السويسري مارسيل كولر. خلصت فقرتنا، تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم.